رجعنا معكم في بلاتو حدث هذا اليوم، نحكيو على الواقعة اللي صارت في أحد مراكز رعاية أطفال مرضى التوحد. طبعا حكينا على الفظاعات اللي شفناها في الفيديو، الفيديو اللي نشرها موقع الصدى، ومعنا مدير موقع الصدى رشد الخيري. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بكم، مرحبا بكل المشاهدين. ثم أول ما نشرتوا هذا الفيديو، صحيح معناتها احنا اول جهه اعلاميه تلقينا المشاهد هذه بعد ما تبادر الى سمعنا انه ثم فظاعات تقع في هذا المراكز وكثير من المراكز. يعني نحب المناسبه ان نكشف للراي العام انه المشاهد ليست 7 دقائق او 6 دقائق او 5 دقائق، المشاهد حوالي ساعه ونصف موثقه، عمليه تعذيب ممنهجه، ماهيش نتاع نهار كما نقولوا، باش نقولوا انه صارت تجاوزات فرديه، لا، المشاهد هذه توثقت الى 30 يوم متتالي، يعني كل يوم يتم تصوير مشهد. مش معناتها ما نقولوش للراي العام انه غلطوا وتابوا ورجعوا، معناتها لا، هذه عمليه ممنهجه واضح فظاعه. ناكد لكم انه لو انكم تشوفوا المشاهد الحقيقيه، يعني بدون تغطيه الوجوه، بدون مكياج بين قوسين، راهو سيصدم الجميع. مشاهد غوانتنامو تونس، ابو غريب تونس، المشاهد هذه شفناها في غوانتنامو وابو غريب. انا عندك يعني تسجيل اليوم راشد، تسجيل بساعه كامله في 24 ساعه، عندك تسجيل بساعه كامله ساعة 30 يوم في هذا المركز. نعم نعم، في هذا المركز. هذه معلومة مهمة باش الناس تفهم أنه راه عملية يومية، عملية يومية. اليوم أنا مثلا التقيت بالطفل اللي في أول الفيديو تعصله في يديه أمام الإداري، بالمناسبة هذاك نائب المدير أو نائب رئيس المركز، تعصله في يديه وهو يفركس الأوراق. اليوم التقيت به الطفل في قاعة المحكمة أمام السيد وكيل الجمهورية، قلت له اسكندر شبيك، ما يسمع ما يفهمش وبرشا، قلت شبيك؟ قال لي هكا هكا راسي هكا هكا. فجأة أمه تجي وغاديك وتورينا راسه شفيه، معناتها يعني منفوخ راسه بالضرب. يعني أنا مستغرب من بعض الناس فاقدي الإنسانية كيف يدافعون عن هذا المركز. سمعنا أنه برلمانية، سمعنا أنه مقدم في قناة وطنية يدافع عن هذه الجرائم. يعني هؤلاء فقدوا صفة الإنسانية تماما. ما هذا؟ نحن يعني مش مستغربين من حجم هذا التبرير. كيف يتم تبرير هذه الجرائم؟ لازم يغلق فورا. اليوم فوجئنا ببيان لوزاره الشؤون الاجتماعيه تقول انه هذا المركز غير مرخص سنوات، وهي تاخذ الفلوس سنوات. المركز هذا ياخذ، وكنا ان شاء الله يا راشد 20 دينار في الشهر لكل تلميذ. سي راشد، ثم اولياء هما بيدهم اليوم عملوا وقفه احتجاجيه وقالوا نحن مع معاقبه الجنات لكن مش مع تسكير المركز، لانه عندهم معاناه كبيره باش يلقاو شكون يتلهى لهم بصغيراتهم. ايضا يا صديقي، هناك 40 ولي وقفوا في القصبه ضد هذا المركز. لا يمكن انه هذا يكون معناتها تبرير باش يستمر هؤلاء. بالمناسبه اغلبهم فاقدي يعني الاختصاص، اغلبهم اقل من باك. يعني تصور انت اقل من باك، ماهيش اختصاصيه تتعاون مع اطفال من هذا النوع، اطفال يعني فائقي الحساسيه. الاطفال هذوما يلزم معامله خاصه جدا. قبلنا بعض الاولياء، تصور انا احد الاولياء خطبني بالهاتف قال لي ارجو منك ان تكشف لي الطفل اللي دوشوله بالمبرد او المسخور. قال لي امان اكشف لي صورته راني حاسس انه ابني. اخذت قمت تقريبا حوالي الساعه الثانيه ليلا، اخذت الفيديو خرجت له الصوره، السيد نسمع به طاح في التليفون. تصور يعني قال لي ولدي معناتها هكا يصير فيه، هكا يصير فيه. يعني سي الفضيحه هذه لو صارت في فرنسا او في امريكا يعني طولتون حبس، يغلق المركز فورا. ماذا تفعل الدوله التونسيه الان؟ يعني سنوات والمركز يعمل بدون ترخيص. بيان واضح اليوم من وزاره الشؤون الاجتماعيه، هذا المركز غير مرخص. بالمناسبه الروضات ومراكز اخرى نفس الشيء، ولكن الدوله لا تراقب. اين الدوله؟ كيف تعمل هؤلاء المربيات بدون شهاده في هذا المركز؟ ايضا صديقي شاكر رساله لم تقلها الشاهده، هذه الشاهده التي تكلمت اليوم حسين عبر قناتكم مهدده في حياتها. شكون يهدد فيها؟ الجهات الامنيه ان توفر لها الحمايه الكامله. يعني اصحاب المركز، يعني اصحاب المركز هددوها عده مرات وقالوا لها في التليفون عندك زوج بنات تحمل مسؤوليتك. يعني هذا الحوار، هذه الشهادة منعت في قناة أخرى أن تمر يا سيدي، منعت في قناة أخرى أن تمر هذه الشهادة، ولا ندري إلى الآن من قام بعملية المنع. يعني في 2018 بعد الثورة التونسية يمنع التونسي أن تصل إليه المعلومة، والحمد لله ربي فضلنا الفيسبوك. الفيسبوك هو اللي خلانا نوصلوا الحقيقة كاملة، صورة كاملة للشعب التونسي، حتى باش يعرفوا أنه بلادهم فيها قتلة. على كل احنا هنا في التاسعة، في المقابل في التاسعة يا سي راشد، في التاسعة هنا أول ما اتصلنا بيك وأول ما خذينا المعلومات. نعم. كل معنا بالعكس من واجبنا نعديو موضوعك من هكا
ولإنارة الرأي العام. نعم هذه حسنة تحسب لكم أيضا. بالمناسبة ثم رجال في الدولة وقفوا معنا، ثم رجال في الدولة لما شاهدوا هذه المشاهد يعني ما رقدوش للذيك. كل الشكر لسيد وكيل الجمهورية اليوم كان حازم، موقفه حازم، قال سيتم تطبيق القانون بسلامة. كل الشكر للوزارات اللي تحركت، لكن إلى الآن المركز ما زال مفتوح، لم يغلق بصفة رسمية. إلى الآن المركز يزمو يغلق فورا. راهو نعود لكم المشاهد الحقيقية ليست التي رأيتموها في الفيسبوك، ليست التي رأيتموها في القنوات، المشاهد الحقيقية فيديو بساعة ونصف. هناك مشهد لمديرية المركز تصفى أحد هؤلاء الأطفال، يعني راهي عملية ممنهجة. عملية نحب أيضا نفسر المشهد الأخير في المقطع، ربطوا يعني قطعة قماش للطفل في فمه وربطوا له يديه، ركضوه على الأرض وتصفع فيه وتجبره على بلع حشاكم ردان. ما هذا؟ يعني وتقولي ده بعد ما مقدم في القناة الوطنية يبرر هذه الجريمة. أنت مجرم يا سيد الكريم، لو كان ثم شرفاء في القناة الوطنية غدوة على كل هو ثم تحقيق يعني يتم إيقافك من مسيبك سي راشد. ثم تحقيق وهو مندوب حماية الطفولة بحذنا هنا، معلش إذا كان عندك سؤال تحب توجهه لمن قام بنشر هذه الفيديو موقع الصدايا تفضل. ليس أنا بقول هو مشكور على التقديم وطريقة التقديم ساعة، لأنه راهو احترام في حقوق الطفل، وقوله كل متأكد وهو شاف على عينيه أنه راهو القضاء باش ياخذ مجرى. بالنسبة للمركز معناه الأبحاث جارية وبحول الله راهو اللي فيه مصلحة الأطفال باش يتم. واضح. وبصورة عامة وبالنسبة للمؤسسات التربوية لا تغلق في منتصف السنة حتى ولو كانت قامت بتجاوزات من هذا القبيل، ولكن وزارة التربية تنجم تعين مندوب، تعين شخص اللي هو مسؤول من وزارة التربية يشرف على هذه المؤسسة إلى نهاية السنة، وهذا رو الجانب القانوني في العملية هذه. سي محمد صندي عندك سؤال سي راشد؟ لو عندك أسئلة طبعا. لو لا ما عنديش سؤال. والولاية تحب تتفاعل، أنت سيدة سوسة تحب تتفاعل مع سي راشد؟ سي راشد نقول يعطيك الصحة وبارك الله فيك، لحالة عينينا وإن شاء الله أولادنا ياخذوا حقه. واضح. راشد الخياري شكرا لك، مدير موقع الصدى اللي كنت معنا على المباشر، وأيضا بالنسبة للشاهدة اللي كانت معنا واللي أنت ساعدت أنها شكرا. تكون موجودة معنا، شكرا لك. باهي باش نرجعوا كيما كنا نحكيوا على مسألة المراكز هذيك، كيفاش نحلوا المراكز هذوما في تونس؟ شوف كيفاش الرعاية زاد كيف شكل خويا. أنا عندي من عام 89 تخرجت بسيكولوج، زعما علاش ما حليتش السنتر؟ خاطر امانه، خاطر صعيبه ياسر الحكايه، رو دي زونفون اوتيست. شوف مش كيما باش نحل روضه نتاع صغار هذايا نجيب مربيات بالله ها وكذا نلعبوا معاهم شويه، لا هذايا ثم دي فونكسيون اكزيكوتيف يلزمنا نخدموهم مع الصغيرات باش نطوروهم ونتبعوهم. شو يلزم اليوم الرعايه للونفون او الطفل المريض بالتوحد؟ رعايه ساعه شنو يلزم فيهم؟ ثم دابور لو ديغنوستيك التشخيص، شنو هذا التوحد انواع، ونحكيو مع الولي على خاطر الولي بيد وما يعرفش كيفاش، والابواب المفتوحه ايجا مرحبا. راهو انا شنو نقول للاولياء، اذا كان لقيت في المركز تقلى وقت انت دخلت راهو ثم حاجه مخبيها، دونك بالعكس ايجا مرحبا بيك في كل وقت اخاطر باش تشوفني انا كيفاش نتصرف مع ولدك اخاطر بالعكس لو بارون الى بزوان. انا شنو نقول وخدمت بهذه الطريقه، اني اجا العشويات وقت كمل ما ثلاث ايجا وقت بحذاني يا خويا، اجا عاوني، اجا اعمل اكتيفيتي معايا، اجا العب شويه مع الصغيرات. سي تريز امبورتون انك انت تتواصل مع الصغيرات هذوما وتشوف ولدك كيفاش قاعد يتطور. صحيح راهو على خاطر الاطفال درجات واحد مختلفه، وصحيح انا ما ننكرش وما نشكش نقول صحيح ثم اولياء صادقين وقت تقول لك ولدي تحسن، لكن ما يبررش انه خاطر ولدك انت تحسن الاولاد هذوما نعنفوهم ولا نضربوهم الكل. به كيفاش تصير العمليه؟ ثم خدمه نتاع بروفيسيونيل، برشا ناس مع بعضهم، نجيبوا لو بسيكولوج، نجيبوا الارتوفونيست، نجيبوا لو بسيكوموتيسيان، نجيبوا الريغوثيرابيوت، نجيبوهم الناس هذوما الكل، وهذوما عندهم خدمه تقييم تشخيص، ثم بيلون يتعمل، ومن بعد شنو عندنا اهداف؟ عندنا اهداف قريبه المدى، شنو باش نحيو مثلا الطفل مثلا ينجم يكون راهو اكتسب عادات سيئه من دارهم على خاطر الام ساعات ما تعرفش كيفاش تمارس مع ولده. نحيوهم له وبشويه بشويه قاعدين نتطور، واهم حاجه سي ليبانويسمون، الطفل يبدا شيخ نكلموه بسرور ونضحكوا معاه ونلعبوا معاه. لكن الاشكال وين؟ وقت تولي المربيه ما بين قوسين اللي اسمها مربيه اللي تتعامل مع الصغير ما عندهاش مستوى بكالوريا ولا حتى مستوى جامعي، لكن ما يش مركز في قرطاج ماشي في اختصاص. عندنا تربيه، عندنا مركز تربيه مختصه قاعده تكون، لكن شوف هذوما ناس عندهم ليسونس ولا ماستر باش يخدم لك قداش تحب انت تحب تخدمه ب 500 ألف مش معقول.
فهمت كيفاش؟ شوف انا علاش تفاجأت؟ على خاطر الوقت نسمع بالولية يدفعوا في 600 وفي 700، معناه انت تاخذ في برشا فلوس 920 دينار هاي الولية بحذان فوالا، تاخذ في برشا فلوس وتخدم في ناس تخلص فيهم في 300 وفي 400 مانيش عارف عليك قداش، اش معناها؟ لا شوف وقت نحل وقت هنا المسؤولية وما عندهمش حلول، الولية هذوما ما عندهمش حلول، ما عندهمش مين يحطوا صغيراتهم كي يلقاو مركز حتى بزوز ملايين يدفعوهم. مسؤولية الدولة في المراقبة، أنا حليت لك ومش من بعد نسيبك، لا هنا أني نجي نطل عليك ونشوفك واش قاعد تخدم، مسؤولية الولي أني نشوف ونشوف ولدي ونفهم ولدي. شوف سي شاكر، الأول الولي يتفاجأ وثم كلام ما يحبوش يقولوه ساعات البسيكولوج في لي سونتر، الولي وقت يقولوا له راهو ولدك عندنا أن سوي عتبة باش نحاولوا نخلطوا لها، خاطر الولي عند الحق لما تقول لك زعما. معناها دور الدولة اليوم سي محمد اللي هي تراقب يلزم، دوركم أنتوما كحماية الطفولة الاشكال انكم تراقبوا المراكز هذيا، معناها ماهيش الحادثه الاولى. الرقابه مهمه، لكن انا توضيح الراي العام خاطر زاد قريت انه يحمل مسؤوليه مندوب حمايه الطفوله، مندوب حمايه الطفوله ما عندوش صلاحيه الرقابه على المؤسسات. مالش حمايه الطفوله يتدخل اليوم. هي جهه الاشراف، كل مركز تو مثلا رياض الاطفال وزاره المراه عندها متفقدين، المراكز تبعتها عندها متفقدين، وزاره الشؤون الاجتماعيه المراكز تبعتها عندها متفقدين. اللي ياخذ ترخيص باش يحل اي فضاء، الجهه اللي تعطي ترخيص هي المسؤوله على الرقابه نتاعو. معناها مركز اليوم الرعايه الاطفال مره واحد شكون يشرف عليه؟ وزاره المراه؟ هذا لا، اذا كان المركز باش قلت لك فوضعيته القانونيه، تو وزاره الشؤون الاجتماعيه ماهوش تبعها، اذا خذا من وزاره التربيه، وزاره التربيه تشرف عليه، اذا خذا من وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره الشؤون تشرف عليه، اذا كان خذيت من وزاره المراه، وزاره المراه تكون هي مسؤوله على الاشراف عليه. شكر تعرف كل وزاره مفرق، ثم اشكال ولا مفرق فيه قداش من وزاره؟ ثم اشكال، تونس صادقت في 2008 اتفاقيه دوليه راهي، شنو تقول؟ تقول انه ذوي الاحتياجات الخاصه هذوما ذوي الاعاقه شنو يلزم في كل دوله تصادق الاتفاقيه هذوما تعمل لي هيكل خاص بالاطفال هذوما باش انا كولي نعرف شنو المؤسسه. توا عندنا وزاره تاخذ الوزارات، وزاره التربيه اذا كان هذه مدرسه خاصه خاطر قالوا مدرسه خاصه، ولا وزاره الشؤون الاجتماعيه، ولا وزاره الطفوله، وزاره شكون؟ لو ثم هيكل خاص. وانا سمعت سي يوسف الشاهد في جويليه تقريبا اللي فات تقريبا عنده 6 شهور 7 شهور قال رانا باش نبعثوا هيكل خاص بذوي الاعاقه، وهذه شنو يلزم تعمل؟ علاش دول اخرى عملته؟ كتاب في شكل كتاب الدوله، في شكل مستشار خاص، شوفت مفرقه معناها اليوم المراكز مفرقه على قداش من وزاره. اي وهذه وين الرقابه؟ يظن ما عادش ما ثماش رقابه، خلينا نحكيو انت بحكم خدمتك في المراكز هذيا وحكم تجربتك ما ثماش اليوم رقابه. انا نشوف ان الاولياء قاعده تعاني، اللي وكل واحد كيفاش يلقى، ولولا لابور نتاع الاولياء، لولا الاولياء واقفين لاولادهم، هما اللي قاعدين منع اولادهم. انا قلت لك قاعد نشوف في امهات ولات بسيكولوج خير مني انا، تفهم ولدها وتقول لي راهو كذا، علاش تمشي تقرا وتمشي تفركس وتمشي الكل باش تفهم ولدها؟ علاش تقول لك خاطر راني في السنتر غاردوري قاعد هان وخير لي خاطر يلزمني نمشي نخدم الكل واحد. خلينا نشوفوا تجربتك انت مدام سوسن، يعني اليوم انت ك هذاك صحيح كوليه لطفل مريض بالتوحد، انا عيطت. هل ثم رعايه من الدوله؟ هل ثم ما فماش رعايه من الدوله؟ ما فماش انت كي تدوكوف معناتها اون ابخون سور لو تا، اش معناها؟ كيما قال لك بحكم معناتها التجربه نتاعك مع التعامل مع ولدك اون ابخون، واحنا تويك ربي فضلنا الانترنت معناتها نشوفوا معناتها ونسالوا من هنا ومن هنا. هذا كل مره واحد نلقى واحد اوتيست ولا واحد عند شكون فين تعمل معناتها ما فماش حاجه اون انتيتي اللي تنجم انت توجه لها. مراكز عموميه اليوم؟ مراكز عموميه فماش موجوده في بالي مراكز عموميه اليوم. شوين فما؟ لا عموميه مركز واحد، مركز واحد وحيد للفاقد السند وحيد فقط وللاعاقه اون جينيرال. انا دخلت على وزاره الشؤون الاجتماعيه نلقى عناوين ذوي الاعاقه، لكن ما لقيتش عنوان اسمه توحد. توحد مركز يضم توحد صحيح. لا اما شاكر فما استخلاصات لازم نخرجوا به اللي ذكرته حول الرقابه وغياب الرقابه، هذا امر يلزم التسليم به، لانه اذا وزاره التربيه هي اللي منحت الترخيص للمؤسسه يفترض ان تزورها اكثر من مره، ويفترض وهي ما ترتبش وزاره التربيه، وهذا ما صارش. اما والموضوع اشمل من ذلك، انت تحدثت على تعدد التراخيص، هذه من وزاره الشؤون الاجتماعيه، هذه من كذا، وهو يطرح اشكاليه معناها الوحده نتاع المؤسسه التربويه نتاعنا في تونس، يعني هكريت هذه مؤسسه اصبحت مختصه في ليزوتيست المصابين بالتوحد بدون ما تكون تحت رقابه وزاره التربيه، وبدون ما تكون حتى وزاره التربيه وضعت لها برامج. شنو البرامج اللي تقوم على اساسها هي بالتطير في هذا المجال؟ يفترض ان وزاره التربيه عندها هذا معناها الولي اليوم عندها تصور لاداره هذه المؤسسه التربويه، عنده حتى خيارات كاين المراكز الخاصه هذه. المراكز الخاصه هذه والاكثر من ذلك اي تفضل. انا جست باش نقول حاجه، انا ولدي تويكا كان عنده اتيف معناتها تخي الحمد لله لاباس،
لا نجمت نحطه في ليكول نورمال ولا اوتيس نحطه مع لي زوتيس. معناتها انا تويكا جي بري معناتها خاطر قالوا لي كي باش تحطه غاديك باش يعاود يرجع معناها معناتها ياخذ حاجات من لي زوتيس. قلت لاباس ولدك خير احسن الحمد لله. شويه قلت راه ما تحسنش. لا لاباس قبل ما يدخل السونتر راه نحكي لك. انا خاطر ولدي من عمره عامين ونص وثلاث سنين وانا في الجمعيات اتاس خاطر ولدي عنده اعاقه سمعيه. من بعديك جاتو بيليبسي وقت اللي الإبيليبسي توا وقت اللي دخل الجمعية معناتها دخل الهالة وحسب معناتها خليني ما نحبش حاجة مش متأكدة منها ما نجمش نقولها. دونك ديرنييرمون معناتها ولدت عنده إبيليبسي ما كانش عنده فهمت وعنده أن روتار دو 4 أون دابرونتيساج معناها هي سويت للتخي هذوما اللي ما خلاوش يتحسن. تو أنا مثلا ولدي كي تشوفه يظهر لك عادي معناها يغزر لك ما عادش عندك ليتيك وكل الحمد لله فما حاجات قاعده وما حكايه فارغه معناتها ليه عادي وليه اوتيستك معناتها يحتاج برشا رعايه كيما واحد ما فماش فين نحط اللي قلق انه لو كيفي كوا معناها انا غدوه تو خاطر عندي تلف فلوس نجي تظهر لي نقول نحل البوات نتاع التلفزيون مثلا شنو الخطر اللي باش ننشر للعباد كيف كيف اذا كان انا على خاطر اورتوفونيست ولا خاطرني بسيكوموتريسيان وعندي طرف فلوس نمشي نحل سي بيان راهو باهي بعث المشاريع الخاصه وليداتنا نلقاو شكون لكن ما فيها باس كي نستعينوا بتجارب الناس ونعيطوا للعباد ونقولوا ونمشيو ثم دور للدوله زاد في كل شيء في المواضيع هذه اذا غابت رقابه الدوله راهو الناس كل تعمل اللي تحب. انا مريض التوحد مسكين اليوم وحده في كل هذا والولي نتاعو قاعد يجابه في كل المشاكل هذه كل. شوف انا عندي ديزيكو انه على مستوى وزاره التربيه ثم برنامج كبير ياسر نتاع الدمج دمج التلامذة هذوما في المؤسسات العمومية في المدارس الابتدائية في المدارس بطبيعة الحال هذا حقهم الدستور يكفلوا الدستور انه يقراوا يدمجوا لك دكتور يدمجوا لك انا عمناه ولدي ادمج انا علاش هزيتو للسونتخيف عمناه ولدي انا عمناه العام كامل ادمج شوف عام كامل ادمج معناتها سي ان ديكور في الكلاس ماهوش بيه شوف ما وقت تقع بطريقه مدروسه وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه هنا كرئيس جمعيه اضطرابات التعلم وقت تقع بطريقه مدروسه انا تخافني عند 40 في القسم فاش انا 40 في القسم ما تنجمش تنبي حق شنو افيس افيس هذاك السنه خو بروبليم ماهوش موجودين ياخذوا باجا فلوس شنو مطلبك انت تو بعد الحادثه هذه شنو المطلب نتاعك مدام سوسو؟ المطلب نتاعي حاجتين اول حاجه ساعه اللي في اللي عمل الحاجه يتحاسب عليها وثاني حاجة معناتها دي زونفون هانديكابي بكل انواع كو سوا توحد كو سوا اي حاجة فما دي سون معناتها سورتو بالتوحد خاطر فما برشا معناتها النومبغ تزيد معناتها يعملونا حاجة معناتها ايتاتيك احنا اولياء نجم نعاونوا حتى الدولة ما يساش انا نعطي فيهم في الواحد علاش ما نعطيش للدولة نعاونوا. كيفاش عندكم غدوة مع رئيس الحكومة على الموضوع هذا؟ ان شاء الله ان شاء الله ونلقاو حل اني اطار حكومي باش نتهناو على اولادنا وحتى احنا انفستيغ اون انفستي مع الدوله. بالنسبه لحمايه الطفوله ومندوب حمايه الطفوله التحقيقات باش تقعد جاريه ما نعرفوش وقتاش النتيجه نتاعها نعرفوها. بحول الله اول ما تطلع النتائج تكون تاع المباحث فرضيه تنشرها الوزاره. اي فرضيه غلق المركز مساله ما نجمش نحكي فيها توا السابقه لوانا كله توا بيد التحقيق والقرار اللي باش ياخذوه هذا كان برشا اولوياء راهو يطلبوا فينا في البرنامج نعتذروا لهم ما نجموش نعديو كل الاولياء يحبوا يعرفوا مصير وليداتهم. حبوا يعرفوا السونتر هذا باش يتسكر مش باش يتسكر كان باش يتسكر وليداتهم ويمشي يمشي هو كونوا متاكدين من حاجه انه راهو وليداتهم ماهوش تركوا وحدهم بالاحتمالات الكل يعني فما متابعه نفسيه باش تتم من بعد وعلى فرض ونقول على فرض انه تم المركز مثلا خذوا قرار بالغلق راهم ولادهم باش ياخذوا في الشارع باش يحاول حتى شفتوا التزام وزاره الشؤون الاجتماعيه باش يحبوا يعرفوا يوزعوا معناها ان شاء الله نلقاو حل وانت هيك قلت لك قريت وزاره الشؤون الاجتماعيه التزمت باش ان حتى يقع توزيعهم كل تلميذ يسجل في مؤسسه تربويه لابد انه يكمل السنه الدراسيه نتاعو من واجب الدوله انه تضمن هذا والدوله هي اللي تضمن هذا اذا اعطت ترخيص المؤسسه التربويه خاصة باش تقري التلميذ لابد أنه إلى 30 جوان تضمن دراسته وإذا كان صاحب المؤسسة ما هوش مؤتمن على هذا الدولة تجيب متفقد يقوم بالإشراف على المؤسسة ذيك والمهم تضمن حقوق الناس المسجلين فيها. معلش نقول فرضية على خاطر إذا التحقيق يثبت أنه لا ما يزمش تطرح كفرضية لا كلهم جونات كلهم جونات جيب الوزارة مندوب نتاعها وتنتدب ناس وتنتدب ناس يتعاقبوا الناس اللي عملت العمليه هذه قلت انا قرار حتى 30 جوان بعد 30 جوان يجي الصيف ويمشيوا يشوفوا مؤسسه اخرى هذا قرار سلطه الاشراف هذا مش معروف اللي عندك توا انه تم ايقاف المربيات الزوز
توا هما في التحقيق، في التحقيق حاجه اللي متاكد منها. وبالنسبه للقرارات الجايه بحاولوا تعرفوهم ونفضلوا نتبعوا الموضوع بالطبيعه. شكرا لك سي انيس عون الله، المندوب حمايه الطفوله ولايه تونس، سوسن طرابلسي وليه واحد من الوليدات، ربي يفضلوا لك ولدك. موجود في الفيديو اللي تم نشرها، يعطيك الصحه، شكرا على شهادتك. افدتنا برجة سي محمد الصندي اخصائي نفسي. كلاو فيك انا كلمه خير، راهو على البوست تروماتيك، هذوما صغار تروماتيزي وماتهم تروماتيزي، دونك يلزم التدخل في البوست تروماتيك. شنو نعملوا لهم باش نداويوهم باش نداويوهم باش نحيولهم التروماتيزم اللي صار لهم هذايا. على كل شكرا لك، يعطيك الصحه سي محمد الصندي. تواصل معي يوسف الوسلاتي، نستقبلوا بعد شويه سي عبد الستار السحبي، نحكيوا على التحركات الاحتجاجيه والمقام به اليوم المرصد التونسي للحقوق الاقتصاديه من رصد الارقام، سواء في الاحتجاجات سواء ايضا في حالات الانتحار وغيرها من الارقام. راجعين بعد الفاصل.